ازيكم يا شباب؟ الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن فالنتاين، بس يا ريت قبل ما تبدأ معايا الفيديو تشوف الفيديو الموجود في اللينك فوق علشان تقدر تتعلم كل مبادئ اللعبة قبل ما تبدأ تعمل الكومبوهات بتاعتنا. الكاركتر بتاعنا النهاردة كاركتر ليه استخدامات متعددة، فهو ينفع انه يكون رينجر بيلعب من مسافات بعيدة، ونقدر نلعب بيها زونر ان هي بتضرب برضو من بعيد بدون ما تتحرك، واقدر ان انا اكون اجريسيف بيها والعب كلوز كومبات او من قريب. يلا بينا يا شباب نبدأ مع بعضينا ريميتال فالنتاين ونشوف الكومبوهات بتاعتها. طبعا البداية زي ما احنا شايفين الكومبو بتاع البانش، واللي قلنا دايما هو اسرع كومبو اقدر ابدأ بيه، وبيكون دايما مديني ادفانتج عشان الفريمات بتاعته هي اسرع فريمات موجودة في اللعبة. اهو الكومبو بسيط وسهل جدا، ولكن بقدر اعمل بيه دامج قوي جدا. ادي كومبو كمان اهو، كومبوهات برضو بسيطة وبتقدر تعمل بيها دامج كويس. ادي الكومبو. طبعا زي ما قلنا ان احنا هنا لسه كومبوهات للمبتدئين، بعد كده هنشوف ازاي الكومبوهات دي نقدر نلحمها بكومبوهات تانية. شوفوا هنا الرينج يا جماعة، ده اللي بنتكلم فيه، اقدر العب بيها رينجر لان هي بتلعب من مسافة بعيدة جدا، يعني الكومبو بتاعها ممكن ابدأ من مسافات بعيدة عن الكاركتر اللي قدامي، وده برضو بيديني فرصة للأفضلية ان انا اقدر ابدأ الكومبو قبليه، لان هو بيحتاج ساعات يقرب مني، ولكن انا بالكومبو اقدر ان انا ابدأ من بعيد، فبيكون ليا الأفضلية ان انا اكمل الكومبو واعمل الدامج عليه. ده الكومبو بتاع الدست اهو، برفعه لفوق واقدر اكمل الكومبو بتاعي بمنتهى البساطة واعمل دامج كويس على الكاركتر اللي قدامي. ادي كومبو كمان سهل وبسيط خالص. الميزة برضو عند فالنتاين انها حتى الكومبوات البسيطة بتاعتها بتكون ضرباتها كتير، فبتقدر تعمل ضغط على الخصم اللي قدامك وتقدر تكمل عليه، لان هو انت كده يعني بص الكومبو هنا، ده كومبو السبيشال موف، وده بيعمل دامج عالي جدا رغم انه كومبو بسيط، يعني زي ما احنا شايفين هو من 3 ضربات ولكن بيعمل دامج عالي جدا 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 اهو. والميزة بتاعته كمان ان هو بيبقى ساعات من قريب، فبيديك الافضلية خاصة عند الكورنر، يعني انا لو عملته عند الكورنر بيديني افضلية ان انا اقدر اكمل بمنتهى السهولة. ادي كومبو كمان بس دي بالسبيشال موف التانية. بصوا على الدامج يا جماعة، يعني نشوف كده هنا في الاعادة على البطيء، بص الدامج مع ان عامل الكومبو من 3 ضربات فقط. ادي الدامج، حاجة خرافية الحقيقة. ادي كومبو، وده بيستحسن يكون عند الكورنر، وبقدر بعد كده اكمل بكومبو تاني لان برمي عليه السلاح وبينفجر، فالشخصية بتطير في الهواء، وهنا بقدر ان انا اكمل عليها كومبو عادي جدا اهو. زي ما احنا شايفين ادينا كملنا عليه كومبو، وممكن واحنا بنعمل كومبو نرمي السيف التاني فينفجر برضو، فاقدر اكمل كومبو تاني عليه. بس طبعا لان احنا عاملين الفيديو للمبتدئين فاحنا مش عايزين نصعب الامور، ان شاء الله الكلام ده هنشوفه في فيديوهات تانية قدام. بكده يا شباب نكون خلصنا فالنتاين، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وشكرا ليكم، سلام.